مكملين مع حضراتكم، ودلوقتي هنعرف معلومات أكتر من الدكتور مهندس أحمد فهمي، مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتكم السادة المشاهدين. يعني أنا سعيدة جدا أنا بنقل مع حضرتك النهاردة حدث مهم جدا هيحصل داخل العاصمة الإدارية الجديدة بكرة وبعده، يعني بيخص التوعية وأمراض القلب والرياضة ومربوط يعني أجزاء كتير مع بعض. حضرتك كلمنا عن الحدث بكرة هيكون عامل إزاي؟ طيب اسمحي لي هنرجع بحضرتك وبالسادة المشاهدين تقريبا سنة. احنا في ديسمبر 2023 كان عندنا حدث رياضي كبير جدا اشترك فيه أكتر من 30 ألف مشارك من مصر ومن الدول العربية، كان ماراثون زايد اتعمل عندنا هنا في العاصمة. احنا كنا مخططين يجي لنا 10-11 ألف، كان حجم مشاركة كبير جدا، 31 ألف مشارك. لقينا الأسرة المصرية كلها، الجد والأب والابن كله بيجري، الصحيح وذوي الاحتياجات الخاصة جم جريوا في الماراثون، وكان يوم رائع جدا الحقيقة. اليوم ده عمل لنا موتيف وعمل لنا يعني إلهام ان احنا نعمل أحداث رياضية أخرى، وده كان اللي خلانا لما جات لنا الجمعية الأفريقية المصرية لأمراض القلب عشان تعلن عن يوم القلب العالمي يوم 29 سبتمبر من كل عام يبقى عندنا في العاصمة داخل الإدارية. العاصمة احنا كنا الإدارية سعداء جدا الحقيقة. حضرتك متخيل ان بكرة هيكون في الترافيك عالي والمشاركة بعدد كبير؟ احنا متوقعين كده ان شاء الله. الشباب كلهم بقى يقبل على الرياضة. احنا عندنا في العاصمة ان شاء الله ماراثون زايد هيتعمل تاني في شهر ديسمبر، فده شجعنا اكتر ان احنا نستقبل احداث رياضية اكتر. بالنسبة للفعاليات يوم القلب العالمي، احنا عندنا اليوم الاول هيبقى يوم رياضي من الدرجة الاولى. انا متوقع ان كل الاسرة المصرية تيجي، وانا بدعو من خلال برنامج حضرتك ان كل الاسرة المصرية تيجي تشوف العاصمة الادارية. احنا في اليوم ده بنكثف المواصلات العامة LRT وبنوصف المواصلات وبنأخرها كمان بالتنسيق مع الهيئة القومية للانفاق، بيعملوا الكلام ده وبيستجيبوا، فعايزين كل المصريين يجوا ويشاركوا في فعاليات الرياضية ثم الفعاليات الطبية في اليوم التاني ان شاء الله. اليوم التاني فعاليات طبية هتكون عبارة عن ايه يا فندم؟ الحقيقة طبعا احنا سمعنا من الدكتور احمد اشرف الامين العام للجمعية ان هيبقى في كشوف على من خلال نقاط محددة على الرياضيين وعلى الناس اللي بيرتادوا العاصمة الادارية، وهيبقى كمان في توعيات، وهيبقى في تدريب كمان على اعمال الافاقة بتاعة السكتة القلبية الرئوية. احنا كمان وي اوفرد للجمعيه ان هم يعملوا السنتر ده عندنا هنا في شركه العاصمه عشان يبقى عندنا في شركه العاصمه ناس مدربين على هذه الاعمال الانقاذ، ومش شرط يكون لهم خلفيه طبيه، هم قالوا لنا كده واحنا هنبقى سعداء. واعتقد ان كتير من الوزارات وكتير من الهيئات الموجوده في العاصمه هتحذو حذو شركه يعني العاصمه. يعني ده هيحصل الفتره اللي جايه يعني بعيدا عن فعاليات بكره؟ احنا نستنى معاهم على كده، وانا هبقى سعيد ان يبقى عندي في الشركه عدد من الموظفين يعرفوا يعملوا هذا نوع من الإسعافات الضرورية، وأعتقد أن كل الوزارات ممكن تحذو حذو شركة العاصمة في الموضوع. إيه تاني بتعمله شركة العاصمة في ملف الصحة يا فندم؟ الحقيقة شركة العاصمة لا تتوقف في هذا الإطار، يعني احنا اليومين دول بنسعى مع أحد الهيئات المحترمة جدا اللي بتعمل أعمال علاج لما يسمى بالقدم السكري عشان تفتح مركز مجاني وتتحمل شركة العاصمة كل التكاليف بتاعته في مستشفى العاصمة هنا عشان العاملين في العاصمة الإدارية لمعالجة القدم السكري، ودي أحد من أحد حاجة مهمة جدا انتشار كتير خاصة في طبقة العمال لأنهم بيبذلوا مجهود كبير جدا أثناء العمل بتاعهم. احنا لا نتوقف عن استقبال كل الطلبات للحصول على أراضي في المدينة الطبية، وعندنا دلوقتي أكتر من 9 مشاريع موجودة دلوقتي على الأرض تحت الإنشاء في مشروعات طبية في المدينة الطبية في العاصمة، فضلا عن طبعا مستشفى العاصمة اللي بقى لها أكثر من سنة دلوقتي بتقدم خدمات طبية متميزة لكل الناس. إن شاء الله نشوف بكرة يوم يعني جميل جدا وكله طاقة إيجابية وحافل وحجم كبير من المشاركة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. وإحنا سعداء إن دايما شركة العاصمة الإدارية بتدعم الفعاليات بشكل كبير جدا، وبقول لحضرتك ألف مبروك على فعاليات بكرة وإن شاء الله يكون يعني موفق بإذن الله. شكرا. وأنا تاني دايما بأختم حديثي مع حضرتك من خلال برنامج حضرتك المشاهد الحمد لله بكثرة، لكل المصريين من فضلكم تعالوا شوفوا العاصمة الإدارية، تعالوا شوفوا عاصمة الجمهورية الجديدة. احنا كمان بنقول لكم تعالوا، واشكر حضرتك يا دكتور. شكرا.